لو شو ما عملتي مالي رايحة، مستحيل اتركهم. شو يعني هالحكي؟ كيف يعني ما رح تتركيهم؟ اه؟ مثل ما سمعتي، مالي رايحة لمحل. تركت ولادي 20 سنة بلا أب وبلا أم، بس من هلأ ما عاد فارقن أبداً. أكيد أنت جنيتي ما؟ بدي خبرك أني تراجعت عن قراري. قلت لي تراجعت؟ إيه، تراجعت. لما رحت لضب أغراضي وكنت معصب كتير، إجا السيد داود ووضح لي كل شيء. ما فهمت، شو اللي وضح لك يا؟ في عندي خبر إلك داود. إذا خبر سيء بلا ما تقولي أحسن. جلنار راحت وما رح ترجع بنوب. كيف يعني؟ أنت متأكدة؟ أنت شو لسه عم تعملي هون؟ ليش ما سافرتي على ملاطيا؟ خلص اتركيني بحالي نوال، قلتلك مالي رايحة على محل. ما رح أترك ولادي وأمشي وهنن بهالحالة أبداً. أنت بتعرفي منيح موقف سهر، حتى لو أنت بدك تضلي ما رح تقبل. سهر عنيدة ومستحيل تغير رأيها، أنا بس عم بحكي مشانك. هالحكي بعرفه منيح، حتى لو ما كنت معهم بنفس البيت رح كون معهم من بعيد ودير بالي عليهم حتى ما يحتاجوا لحدا. أنا بعرف إنك مريت بأيام صعبة كتير ومو سهلة عليك أبداً. ترجع توقف وتبني حياتك من أول وجديد، بس أنت قوي ورح تقدر. مو صح تضل حابس حالك وقاعد بغرفتك، الهروب بحياته ما كان هو الحل. وبما أنك ابنه الأخير رسيم وبتشبهه بكل شي كمان، فأنا كل ما بتطلع فيك بتذكره. يا بنت كمان شغلك مراكز بنوب، شو مو شايف الزاوية كيف وسخة؟ هلأ بساويهن أمي. لك أنتي ما بتكملي شغلك بنوب؟ يعني مالك شايفة الغسيلات اللي هون؟ لهلأ ما غسلتيهن، ما ضل عندي أواعي إلبسهن. ما في داعي تستنيني لحتى أغسلهن، حطيهن بالغسالة وكبسي الزر. عم يوجعني ظهري، ما فيني طخي بنوب. بعدين أنا ما بعرف بهالغسالات أبداً، في إلا شي ألف برنامج. طيب أمي طيب، أنا بغسلهن. استني شوي، جراباتي بدهن غسيلة. غسلي هدول كمان. الله يصبرني. كم غرفة بدك أختي؟ أنا ما بدي بيت كبير لأنه لحالي، يعني بدي بيت صغير وما يكون أجاره غالي. يعني مثل استوديو؟ وشو يعني استوديو؟ يعني أنا ما عم دور على شغل، بس بدي أعيش بهالمكان. من قله استوديو يعني صالون وغرفة نوم ومطبخ كلهم بنفس المكان، يعني ما في غرف كتيرة. آه إيه فهمت، إذا هيك معلش، أصلاً بدي أقعد لحالي. في عندي بيت بهالمواصفات وبناسبك كتير وكسوته منيحة. عن جد عم تحكي سيد محمود؟ ممكن نشوف البيت هلأ؟ طبعاً خلينا نروح. أنا ما في داعي، روح معكم بعدين بشوفك بالقهوة. طيب. جلنار عم تدور على بيت، ومن وين معه مصاري لتستأجر؟ ما رح خليك تضلي هون يا جلنار، وبكرة رح تشوفي مين الأشطر، أنا ولا أنتي. لا تنشفي الغسيلات كتير، بعدين بيطلعوا مجعلكين وما بينفردوا.
أبتغي لك يا ربي؟ معقولة مخدرات؟ ابني كيف ملاقي لي الجو هون؟ طمني، ارتحت شوي؟ ايه عمي. اصبر شوي يا ابني، كل يوم رح تتحسن أكتر من يلي قبله، وإن شاء الله بكرة رح ترجع مثل ما كنت وأحسن، وبس نقيم هي من على رجلك وقتها رح ترتاح أكتر. والله عمي صعب علي كتير إني بلش من الصفر يا عمي، أنا تخليت عن كتير أمور كرمال هالحلم. كنت بقدر روح وأطلع مع رفقاتي بس ما رحت، ضليت سنين وأنا عم أتدرب وروح من تمرين لتمرين. بس شوف شو صار هلأ. لا تتضايق يا ابني، يعني مو شرط الطابة بتشتغل شي تاني. ياسين اللي بعرفه قوي وما بيهمه شي أبدا، طالما عندك رغبة بتقدر تشتغل أي شي. ولا تنسى أنا عمك وجاهز ساوي أي شي بيلزم مشان مستقبلك، أنت لساتك صغير والمستقبل قدامك، يعني لسه في عندك فرص كتيرة يا ابني. رح تحب وتعشق ورح تتجوز وتستقر، وإن شاء الله رح تكون كتير مبسوط. وبعدين بس تتذكر الماضي رح تعرف إنك كنت عم تظلم حالك على الفاضي. شلون عمي؟ شو بدهم فيني بلا شغل وبلا شي بنوب؟ ما في وحدة رح تطلع فيني. ابني أنت شاب قبضاي وما بيعيبك شي، مين هي البنت يلي ممكن ترفض تعيش معك؟ كرمالي حاش تظلم حالك. عمي بدي روح لغرفتي، عن إذنك. وقف شوي، خليني ساعدك. استند علي يا ابني لحظة. تعال عمالك. شوي شوي يا ابني. تفضلي. يسلموا ايديكي ياسمين. سيبال شو عم تعملي هون؟ اوف والله خوفتيني. انت شو جابك لهون؟ هلا بتشوفك عمتي هادية. طيب طقيت وانا قاعدة عم استناكي وما عم تردي على التليفون، شو ساوي داخل إلى حالي؟ ما قدرت اخذ اجازة، شو طالع بايدي يا سيبال؟ قال بعد ساعة بتخليني اطلع. طيب استني هون هلا بشوفك. ماشي رح استناكي. ياسمين يلا جاية، تاخدي الصحون. تفضلوا. شكرا. تفضلوا، ألف صحة وهنا. يلا احكي لي لشوف شو صار معك، ما في شي جديد؟ ما في شي سيبال، كل شي على وضعه. كيف يعني؟ لسه لهلأ ما رحتي تشوفي ياسين؟ لا ما رحت. طيب وين الخاتم؟ ليش قايمتي؟ لك وطي صوتك سيبال، بلا ما تسمعك هلأ عمتي هادية. طيب عفواً، وين الخاتم قليلي؟ هالموضوع انتهى سيبال، ما بقدر اتجوز ياسين. ما فهمت عليكي. ياسين هلأ تغير وضعه، ما عاد يقدر يلعب كرة قدم. بيشتغل شي تاني، وين المشكلة؟ شو هالحكي هاد؟ كأنك غريبة ومو عارفانة شو القصة. ليش كنت بدي اتجوز ياسين؟ مشان اخلص من هون، ما هيك؟ كنت رح صير مرت لاعب كرة قدم وكنت رح انبسط بحياتي كتير، بس هلأ ما ضل عندي شيء اعتمد عليه، يعني رجعت من الصفر. ياسمين قديشك بنت سيئة؟ معقولة تتركي الشاب بس لأنه انتهى مستقبله بكرة القدم؟ ياسمين يعني عن جد انتي زودتيها كتير. للأسف أنا هيك يا عمري، لأنه مالي ناوي أقضي حياتي كلها هون. أنا مليت من عيشة الحبس مع عمتي. شو رح تعملي هلأ؟ الحل إني أتجوز واحد غني، وانتي كمان حطي عقلك براسك. ياسين شاب كتير منيح، وعيب يلي ساويتي، على القليلة اتصلي وقولي له الحمد لله على السلامة، خلي عندك شوية ضمير. كلامي فيه غلط؟ يعني على القليلة بس اتصلي فيه. ياسمين شو عم تساوي عندك؟ يلا تعالي وساعديني. عم تشوفي بعينك سيبال؟ يعني أنا إذا بتجوز ياسين حياتي رح تستمر هيك. هادية خانم هي بتطبخ وأنا بقدم على الطاولة. ياسمين وينك؟ يلا اجيت. صغير بس طالما لحالك بعتقد بكفيكي وزيادة. حلو كتير. وهذا المطبخ.
يعني مو سيء، بده شوية شغل. هدول الأغراض لمين؟ الأخ فيصل ما قال لي، بس منسأله يمكن للمستأجرين يلي قبلك، أكيد ما بدهن إياهن. شو رأيك، عجبك بنتي؟ إيه تمام، رح أستأجره. بس شو لازم نساوي هلأ؟ رح نحكي مع الأخ فيصل، أصلا بيته مواجهنا. إيه مبروك إن شاء الله. شكرا. أخي فيصل، كأنه استأجرت البيت. شو بدنا نساوي هلأ؟ هالمرة ما عادت فارقة هالمكان. صالح تعال محل ما رح قلك، بس بسرعة. مثل ما قلت لك، أنت معك حق تزعل، بس فاطمة خانم بتضل والدتك. مثل ما كانوا أهلنا يتفهمونا لما كنا نغلط، كمان نحن هلأ يا قدير لازم نتفهمون. هن سامحونا كتير لما كنا صغار، ونحن هلأ لازم نعاملهم بنفس الطريقة بعد ما كبروا. هالشي مانو سهل إني اتقبله يا سيد عمر. أمي غلطت بحق مرتي وما عنا حامل. مستحيل، أنا ما رح أقدر سامحها. بس فاطمة خانم بتعرف إنها غلطانة وهي ندمانة على هذا الشي. أنا بترجاك لا تكسر بخاطرها بعد هالعمر، سامحها وكساب رضاها. وإذا والدتك صار لشي لا سمح الله، ضميرك رح يعذبك كتير. أنا خسرت أمي لما كنت صغير، وغياب عني سبب لي ألم كبير. لهالسبب لو كانت عايشة شو ما عملت معي ما كنت رح أزعل منها بنوب. أستاذ عمر، يا ريت الشي اللي عم تقوله سهل. في شغلات ما في إمكانية تتحقق، حتى لو أمه ما بيقدر يسامحها على الشيء اللي ساوته. يمكن لو كان حدا غريب بتسامحه، بس الجرح يلي بتساويه الأم بيضل ينزف وما رح يتسكر بنوم. مزبوط، هي معها حق. يلي ما بيمر بهالتجربة ما بيحس فيها، وأنا ما رح سامح أمي شو ما صار. ها؟ كنت رايح لعند محمود. ايه قولي لي شو صار معك؟ ان شاء الله عجبك البيت. حكينا مع صاحب البيت واتفقنا، استأجرته للبيت. والله فرحتيني، ألف مبروك. شكرا، ما رح أنسى لك هالمعروف، بفضلك صار عندي مكان اتقاوى فيه. استغفر الله، هذا واجبي. لازمك شي تاني؟ شكرا، اشتريت شوية أغراض مشان نظف البيت. يعطيك العافية. على كل إذا لزمك شيء خبريني. يسلم. آخ يا خليل آخ، شو هالذنب الكبير اللي عملته؟ رح يضل يلاحقك لآخر عمرك. المرة اللي خربت حياتها قبل 20 سنة رجعت هلأ وسكنت جنبك وكأنها بتأنبك عالشي اللي ساوته. كل ما بتطلع عليها بحس إنه نار جهنم محاصرتني. نيران الذنب اللي سويته رح تضل تحرق قلبك كل يوم يا خليل.
سلام عليكم يا عم. وعليكم السلام، تفضل يا ابني. كنت عم دور على مرة سمعت انها عايشة هون، يعني عمرها 45 سنة ومحجبة، وهي بطولي تقريبا، اسمها عائشة، بركي بتكون شفتها. شو بدك فيها؟ وليش عم تسأل عنا؟ عائشة خانم بتشتغل ببيتنا، بس ما كنا مبسوطين منها أبدا وقلنا لها تترك الشغل. بالأول سكتت وما قالت شي، بس هي طلعت عم تخطط لشي تاني. لما تركت البيت سرقت كل المجوهرات تبع المدام. لهيك أنا هلأ عم دور عليها. حط ببالك يا عم، إذا شفتها لا تخليها تفوت على حارتكم، لأنه ممكن تسرقكم أنتو كمان. طيب ماشي، شكرا يا عم. أهلين. طمني شو صار؟ مثل ما بدك يا خانو. نحن اجينا لهون لحتى نصالح قدير مع امه يا اسماء. شو هاد يلي صار قبل شوي؟ شو تفسير هالكلام يلي قلتيه هلا؟ الكل ممكن يغلط، بس المهم انه نحن نكون متسامحين. ما في اصعب من انه نضل زعلانين من انسان ونحمل بقلبنا، وخصوصا اذا كانت امنا. قدير كان ممكن يهدى ويسامح امه كمان، بس بفضلك انت هو هلا مستحيل يسامح امه. طبعا سهل عليك تقول هالحكي، لانه علاقتك مع ابوك كتير منيحه، وواضح انه المرحومه امك كانت هيك. لهالسبب انت مستحيل تفهم الناس يلي مثلي. شو ما كان السبب، الام بتستاهل انه نسامحها شو ما ساوت. حتى لو كانت سبب بوفاه الاب وتركت ولادها مشردين يعيشوا ببيت عمهم مع الظلم والقهر وهن اولاد صغار. برأيك بعد ما عملت كل هالشي يا ترى ممكن انه نسامح الام؟ أهلين عمو فيصل، اللي في شي ناقص بالبيت؟ بنتي بعتذر منك، ما عاد بدي أجر البيت، قلت لحالي خليني خبرك قبل ما تحطي غراضك. آخ يا جنة، شو كان صار لك لو حملتي حالك ورحتي؟ يعني عجبك اللي عم بيصير فيكي هلأ؟ آه؟ بس لا، انتي مصرة تخليني هاجمك، ما هيك؟ لا تواخذيني، بس ما بقدر اسمح لك تكوني قريبة من قدرات. يلا روحي، ما عاد بدي شوف وشك مرة تاني أبدا. ليش ما فهمتي انه ما حدا بده ياكي هون؟ نوال خانم قلتيلي شي؟ خلينا نلحق عائشة خانم، ما رح نتركها لحد ما نتأكد إنه راحت على ملاطيا. طيب مدام. واضح إنه كلامي أثر فيكي، يمكن أنا قلت شي تضايقتي منه، بعتذر منك إذا جرحتك بدون قصد. لا مو هيك الموضوع، بس خطر ببالي شي تاني. لا تواخذني، أنا كمان كنت قاسية بكلامي. أنا ما بعرف شو يلي صار معكم، بس أنا كتير آسف إذا غلطت معك بالكلام. طيب ممكن نسكر على هالموضوع؟ أصلاً مشي الحال، أنا صرت منيحة. طيب معناتها خلينا نشرب شاي، قهوة أبي قريبة من هون.
شو رأيك نروح لعنده؟ طيب ماشي. خير أختي، شوفي لوين رايحة؟ اللي أخي أنتو شفتوا مني شي؟ أنا شو عملت لحتى العم فيصل طلعني من البيت؟ شو هالحكي أختي؟ ليش لا يعمل هيك العم فيصل؟ نحن اتفقنا وسكنتي بالبيت وما كان في مشاكل. أنا سألته بس ما قال لي، إجا لعندي وقال لي طلعي من البيت، بس واضح إنه في سبب ورا هالشي، وإلا ليش لا يبطل يأجرني البيت؟ شو عم يصير معقول؟ بعد ما سأجرت البيت طالعة منه مو عيب؟ والله أنا متفاجئ مثلك يا خليل، وما بعرف الأخ فيصل ليش عمل هيك. طيب أنا رايح أكيد لحتى أشوف شو هالمشكلة. أستغفر الله. تعالي يلا. أوف، وأخيراً عمتي قررت تحل عني. تعرفي لو ضليت شوي تانية يمكن كنت رح انفجر سبال. طيب هي شو طالع بإيدها؟ يعني ما عم تلحق لحالها؟ كمان شبابي عم يضيع هون، شايفة هالشي ولا لا؟ يعني كأنه أنت بتعرفي تشتغلي شي تاني. ايه طيب هلأ اتصلي بياسين وقولي له الحمد لله على السلامة. ياسمين يلا ما رح أتركك لحتى تتصلي. شو حبيبي؟ لوين فايت هيك؟ ما بتعرف تدق الباب؟ كأنه أنا إذا دقيت الباب رح تقدر تفتح لي. قدرت مو ناقصك، روح من هون ولا تخليني أزيك. يلا أنا متضايق ومو ناقصني. ليش؟ خير إن شاء الله، مع أنك أنت وأبوك كنتوا مبسوطين. شو ياسين ليكون وعود عمك ما عجبوه؟ قدرت ليك إذا حابب تحكي بأدبك يلا أقعد هون، بس إذا كنت جاي لحتى تقلل أدب وعم تدور على حدا تتسلى معه، الباب بيطالع جمل. يلا بسرعة. لك أنت يلي بتنقلع من هون بدك تضل تفرق بيني وبين أبي؟ عم تفكر كيف تسود صورتي قدام بابا؟ ما يا شاطر، أنت مشكلتك مو معي، مع أبوك. إذا حابب تحكي شي روح قله، ولا تضل فوق راسي وتعمل لي مشاكل. ليش عم تعطيني فرصة؟ كل ما بتشوفه بتعبي براسه. والله مالك قليل أبداً يا ياسين. ياسمين لكان. هاي حبيبتك ولا؟ ها؟ انت شو دخلك؟ هات عطيني التليفون. والله عم تحب وتعشق كمان. ليك رح اتركه هون، تعال خده يلا يلا بخاطرك. ولك انت استني هون، انا رايح احكي معه. ماشي. مرحبا اخي. اهلي، بدي احكي معك بموضوع. تفضل. أخي فيصل شو صار؟ أنا ما بعرفك هيك أبداً، ما في بالعادة تأجر البيت وبعدين تبطل. كيلي شو اللي صاير؟ هاي المرأة ما بقدر أمن فيها، سمعت إنه إيدها طويلة وأنا اليوم عرفت بصراحة. لو ما أنا هيك ما بطلع من البيت. أستغفر الله، مين هو اللي قالك هيك وشلون عرفت؟ مو مهم شلون عرفت، المهم خبرت. قالوا لي حرامية ومو منيحة، معقولة أنا أمن بيتي بشخص مثلها؟ شو هالحكي؟ ليش هي شو بتقدر تساوي؟ شو رح تحمل بيتك على ظهرها وتروح؟ انت مو عيب عليك تصدق كلام الناس وتظلم العالم وانت بهالعمر؟ لك استحي على شيبتك. شو صار لك اخي؟ ليش لحتى طالعة من بيتي لو ما عرفت عنها هالشي؟ قلت لك انت ما بتعرف عنها شي اخي فيصل. يلا هات المفاتيح وانا رح اكفلها لهالمره، واذا ما بتامن فيي انا كمان معناها بنتقل من هون. شو رايك؟ بروح؟ لا تحكي هيك يا خليل، انت ما دخلك بهالموضوع ابدا، ما عندي مشكله معك تعرف، بس هي
لا والله طلعت ما بعرف شيء. عم قلك أنا بضمنها لهالمخلوقة. شرف. إيه هيك ها؟ لك نحن جيران من سنين طويلة، يعني معقولة بعد هالعمر ما نأمن لبعضنا؟ إذا في شي بخص هالمرة خبرني وأنا وقتها بحل الموضوع، وما بصير تفتري على حدا من دون ما يكون عندك دليل. ليك أنت عمرك كبير وما بصير تتصرف بهالطريقة. يلا بخاطرك. لا تواخذي العم فيصل يا أختي، يعني الرجال كبير أحياناً ممكن يعمل هيك. تفضلي، هاي مفتاح البيت مش الحال. شكراً كثير إلك على كل شيء سويته. ما بعرف كيف أقنعته للعم فيصل، بس شكراً. هذا الشيء بيني وبين الأخ فيصل. أنت خليكي مرتاحة، لا تأكلي هم بنوك. روحي هلأ زبط البيت وقعدي فيه. طيب، بتشكرك مرة تانية. ولا يهمك. صالح، برأيك هالزلمة شو حكى لحتى أقنع صاحب البيت؟ ما بعرف يا مدام، ما عندي فكرة أبدا. شو بدي ساوي هلأ؟ يعني كل ما بحاول بعدك عنا بلاقيك عم بتقربي أكتر. إذا أنت ما رحتي من هون الأمور رح تتعقد كتير. شو بتحبي نساوي؟ بتحبي نستنى؟ أكيد ما في غير سهر ممكن تبعدك من هون. هاتي لشوف شو رح تعملي، بس بنتك تعرف انك لسه ما رحتي. روح على بيت سهر يا صالح. طيب حاضر. عم تشرب مخدرات يا عثمان؟ يعني وصلت معك الامور لهون؟ الله يصطفل فيك يا عثمان. اللي شو هاد؟ يعني بس ضلت هالشغلة يلي ما علقت فيها مخدرات ما؟ أعطيني إياها وحاجة كلام بلا طعمة. مو على أساس وعدته لعمي؟ وكنت رح تصير رجال داير باله على بيته؟ سهر أعطيني إياها بسرعة ولا تخليني أضربك. حتى مالك مضطر تشرح لي ما؟ لشوفك هلأ شو بدك تقله لعمي. لك سهر اسكتي بقى. وطي صوتك سهر وقعدي هون لشوف. اسمع الكلمة وإلا أنا رح أضربك. مالي خايفة، ساوي شو ما بدك. وهلأ رايح أقول كل شي لعمي، روح اتفاهم أنت وياه لشوف. سهر وقفي. شو انت جنيتي يا بنت؟ ليش بدك تروحي وتحكي لعمك؟ شو بدك ساوي؟ ما تركت اللي حل تاني ابدا. انا مليت، خلي عمي يتصرف معك من هلا ورايح. اسمعي منيح، ارجعي لبيتك والا رح تشوفي مني شي بحياتك ما شفتيه. عثمان شو عم تعمل؟ تروك البنت. شو عم تعملوا قدام الباب مو عيب الحارة كلها سمعان اصواتكم؟ عثمان انت شو بدك من هالبنت قلي شو مشكلتك معها؟ مرت عمي انت شو عم تعملي هون؟ ما يكون صاير شي لياسين؟ سهر شو هذا اللي عم تقولي يعني ضروري يكون في شي لحتى اجي لعندكم؟ ما بعرف، يعني بالعادة انت ما بتجي لهون ابدا. استغفر الله، انت كأنه صرتي تعتبريني غريبة يا بنتي. طيب ماشي هلأ بلا ما تضيعوا السيرة، هاتوا فهموني لشوف شو اللي عم بيصير هون. لوين رايحة؟ لازمك شي اختي؟ تركت شنطايتي بمكتب العقارات ونسيت اخذها من عنده ورايحة اجيبها. لا تاكين، انا بجيبها. ما في داعي بنوب، عذبتك كتير معي اليوم. استغفر الله. بابا؟ عمر؟ خالة عائشة؟ بابا انتو بتعرفوا بعضكم؟ يلا ما تحكوا شبكون. شوفي مرت عمي، السيد عثمان وصلت معه لهون وأنا هلأ لحتى عرفت. شو هاد؟
ليكون مخدرات. بحلف لك هاد مو إلي، لرفيقي. نسيتها بجيبتي بس ما بستخدمها. هاتيها لهون حاجة لولحي فيها. عن جد يا عيب الشوم عليك يا عصمة، ما كان ناقصك غير المخدرات. ليش أنا شو عملت كمان يا مرت عمي؟ عم قلك هي لرفيقي والله. اسمعوني بترجاكم، لا تخلوا عمي داود يعرف. والله وقتها رح اتبهدل وما رح اقدر برر له ابدا. اذا مره تانية بصير هالشي ما رح ارحمك ابدا يا عثمان، عم تفهم؟ رح اقول لداود وهو بحل الموضوع. يلا بوشكن على البيت. بس مرت عمي سهر، لا تكبري الموضوع. عم بيقول لك مو اله، واصلا اذا كان عم يكذب رح يبين هالشي عن قريب. يلا رجعوا على البيت. لا ما حذرت، وانا رايحه بكبه بالزباله. طيب كبيها، خليها معك اللي بدك اياه. يلا سهر فوتي على بيتك يا بنتي. ومره تانية ما بدي اشوفكم عم تتخانقوا هيك بنص الشارع، ماشي؟ اذا مو سألانين عن حالكم، بس لا تنسوا بنتكم. سهر يلا بنتي فوتي لجوا. يسلموا مرت عمي، يعني لولاكي كان الموضوع رح يكبر. شكرا لك. والله شكلي عرفت كيف رح طلعك من هون يا جلنار. هالمخدرات رح يفوتوك على السجن من أول وجديد. إيه شو ساوي؟ يعني لو بعدتي عن وشنا لحالك وما كبرتي راس ما كان صار هيك أبدا. صالح خلص شغلنا هون وصار فينا نروح على البيت. طيب مدام. بابا انت وعائشة خانم تعرفوا بعض؟ لا انا والسيد جلنار. انا والسيد خليل تعرفنا عن جديد. صحيح. انا كنت عم دور على بيت وهو قال لي عائشة خانم انا بساعدك الله يكتر خيره. ايه عائشة خانم كانت عم تدور على بيت، وانا على قد ما بقدر ساعدتها بهالموضوع يا ابني. استأجرنا لبيت العم فيصل. ألف مبروك. شكرا ابني. ألف مبروك. بابا هداك اليوم ما قدرت أعرفكن على بعض، آنسة أسماء عم نشتغل سوا. تشرفت بمعرفتك. وأنا تشرفت كمان. لا تضلوا واقفين هيك، فوتوا اشربوا شاي. يلا. يسلموا، نشربها بغير يوم. نحنا عنا كم شغلة لازم ننهيها بالمكتب، مو هيك أستاذ عمر؟ الآنسة أسماء معها، نحن بدنا نروح. طيب ابني، لا تتأخروا على شغلكم. مرة تانية بقلك مبروك، وأكيد رح نشوفك. أسماء بنتي، أنت لهلأ زعلانة مني؟ أنا بس تفاجأت لما شفتك هون خالة عائشة، مع أني توقعت أنك ما رح تفارقي البيت مشان تضلي تدافعي عن قدرات. بنتي أنتي فهمتيني غلط. بالعكس خالي، أنا فهمانتك كتير منيح وشكراً لإلك. جنار خانم أنتي منيحة؟ أسماء هي بنتي الصغيرة، ما بيعرفوا أنه أنا أمه. أنا بالنسبة لإلهم هلأ الخالة عائشة قريبة مرت عمهم اللي عايشة بملاطية، يعني ولادي مفكرين إنه أنا إنسانة غريبة عنهم. لا تؤاخذني، وجعت لك راسك. يلا عن إذنك. Thank you.
ياسمين لا تسكري الخط. أهلا وسهلا مدام. لا ما في داعي. جنان مين يلي إجا؟ أنا حياتي. وينك لهلأ ست نوال؟ شو ساوي داود؟ بالزور لخلصت. يعني السوق لهالدرجة بياخد وقت؟ إيه حبيبي، وإنت بتعرف أمل منيح، لساتة صبية وحبت تشوف كل شي، وخلتنا نتفتل بكل محلات السوق. والله رجلي وجعوني من هالمشوار. يعني إنت كنتي مع أمل لحد هلأ ما هيك؟ شو صار لك داود؟ قلت لك كنت معه، وين بدي يكون يعني؟ بعدين انت ليش واقف هيك؟ شبك ما تقعد؟ احكي لي الحقيقة يا نوال، انت وين كنتي لحد هلأ؟ داود شوفي، أمل اتصلت قبل شوي وعم تتصل معك بس انت ما رديتي. يعني هلأ ما في داعي لللف والدوران. ليلي وين كنتي يا نوال؟